بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم في هذه اللحظات. انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط انطلق في هذه اللحظة، تقدم مع هذه الأسماء المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان، وتقدم مع المركز الأول شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على أول الأسماء. هنا بن ثوغان على المركز الأول، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يتابع انطلاقتي وتحدياتي. بن ثوغان على المركز الأول، المركز الثاني المركز الثاني القادمة الشاهينية على المركز الثاني من هجن رياسه محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة، والمركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع القدوم من الشاهينية ومن هجن سيح السلم حمد بن علي العويشي مضمر النجوم الخمسة في المتابعة من الجانب الآخر. أفراح قادمة، أفراح منطلقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع، والشاهينية من هجن رياسة قادمة سيل بن أحمد بن دري الفلاحي في المتابعة. مسيرنا إلى المركز الثامن أو السابع، المركز السابع في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة. الضبيلي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. المركز الثامن الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة، والمركز التاسع وصول من سمحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، والمركز العاشر. تابع وشوف الاسماء القادمه، هجن العاصفه القادمه في هذه اللحظات على المركز العاشر بمتابعه غيات الهلالي. هكذا هي النتيجه للعشر المراكز ما بعد انطلاقه هذه الاسماء واندفاعت هذه الاسماء مع انطلاقات اشواط الانتاج الخاص بمحميات اصحاب السمو الشيوخ. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمركز الأول، عودة إلى الشاهينية على المركز الأول من هجن الرياسة على المركز الأول وعلى الصدارة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة. المركز الثاني قادم الضبي لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهدان المكتوم، سالم بن سعيد بن منانة يتابعها المتحدي في عالم الأصايل. نتابع نراقب في هذه اللحظات التقدم من هجن رياسة من الشاهينية في المتابعة، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يتابع من يراقب الشاهينية. 2 كيلومتر غادرناهن في هذه اللحظات، أول أشواط الإنتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان. شوفوا تابع بن ثوغان القادمة في هذه اللحظة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في المتابعة. المركز الخامس القادمة الشاهينية تتسلل في هذه اللحظات من هجن رياسة مع محمد بن عتيب بن زيتون المهيري. وصل بن حلوة، وصل بن حلوة يقدم انطلاقاته وتحديات في هذه اللحظات. سمحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي في المتابعة.
المركز السابع وصلت في هذه اللحظة والثامن الشاهينية والشاهينية الثنتين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. تاسع المراكز القدوم من ندى، قادمة ندى لسمو شيخ زايد بن سيف بن محمد وال نهيان، محمد بن غريب بن راشد الكتبي قائد فيلق الجبيب في المتابعة. والمركز العاشر، المركز العاشر القادم الذيبة لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. أعود إلى الصدارة بعد الكيل الأخير، أول انطلاقات، أول تحديات أشواط الإنتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو الشيوخ. أعود إلى الشاهينية إلى هجن الرياسة على المركز الأول وعلى الصدارة من محميته وتقدم في هذه اللحظات. مركز الأبحاث يتقدم في هذه اللحظات ثابت في مدينة العين، لكن تلاعب بأعصاب الجميع على المركز الأول. المركز الثاني القادم الظبي من محمية الإهباب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المتحدي والمجازف في معركة ثنائية في انطلاق في تحدي. ما شاء الله، محمية الإهباب الظبي هذا موقع عمها، ما شاء الله تبارك الله. سلام محمية الإهباب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وسلامي للمتحدي وسلامي فوقهم للظبي. أول أشواط الإنتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو الشيوخ يذهب إلى الظبي. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة، الرابع الشاهينية من هجن الرياسة، الخامس الشاهينية من هجن الرياسة. هكذا هي النتيجة، عودة إلى الظبي وانتاج محمية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا للمتحدي في عالم الأصايل، شكرا سالم وانت سالم من كل شر. ابو سعيد يا ابو احمد، 7 دقائق التوقيت، 33 ثمان اجزاء من الثانيه، الظبي تهانينا والناموس لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رادان المكتوم. شكرا ابو احمد. سالم بن سعيد بن منان الكتبي المتحدي، 7 دقائق 34 5 اجزاء من الثانيه. الشاهينيه من هجن الرياسه مع المجازف محمد بن عتيب الزيتون المهيري، المركز الثالث 7 دقائق 40 جزئين من الثانية. الشاهينية من هجن العاصفة، تهانينا والناموس لغياث الهلالي، تهانينا والناموس للجميع.